السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لزوار موقع رؤيا عربية. موضوعنا اليوم هو عن موقع مختص بتعديل الصور، يعني يشابه تقريبا برنامج الفوتوشوب. تقوم بتحميل الصورة ومن ثم التعديل عليها، بعد كده من خلاله تقدر تصدر الصورة أو ترفعها لمواقع مختصة بالرفع الصور، أو إنك تشارك بها في مواقع التواصل الاجتماعي زي جوجل بلس أو تويتر أو فيسبوك. نفتح المتصفح كده مع بعض ونكتب اسم الموقع اللي هو lunabic.com. طبعا أنا مفتوح عندي من أول، هذا هو فتح معانا الموقع اللي هو lunabic. طبعا على كل حال إنه ممكنك تغير اللغة، وهذه الترجمة عن طريق اللي هو مترجم جوجل. يعني الهرجة بسيطة، أنا ما أنصح أنك تغير لأنه كل شوية يرجع يردك إلى اللغة الإنجليزية، لكن الهرجة بسيطة. هنا عملية رفع الصور أبلود، هنا ملف، هنا تعديل، اللي يهمنا هنا أجست. بعد كده عندنا اللي هو دراو، بوردرز، فلترز، إفكتس، آرت، أنيميشن، وهيلب، انك تقدر تشوف ملف المساعدة عندهم على اساس انك يعني تعرف ايش اللي في انيميشن او ايش اللي في ارت او ايش اللي في افكت. احنا حنمر عليها كلها لكن بشكل سريع عشان ما نطول عليك. انت لما تبغى ترفع صور، اما من الضغط على هذا الزر او بالضغط على براوز، فكلتا الحالات يعني ممكن انك على طول تستعرض الصورة. نزلت صورة اللي هي خاصة بفيلم أفاتار. الآن بيرفع الصور، نشوف هنا التحميل بيقوم برفع الصورة عشان نقدر نقوم بالتعديل على الصورة. لحظات وانتهي. رفع عندنا هنا الصورة، تقدر من خلاله على طول يعني إذا كان ما تبغى تعدل فيها أو شيء زي كده، إنك تضغط على، يقول لك طبعا هنا save or share on Facebook، يعني على طول لما تضغط يكون تكون انت مسجل دخول وعندك حساب اول شيء طبعا، ومسجل دخول في الفيسبوك، على طول بيجيب لك هي انك تشارك على طول في الفيسبوك. امجور هذا برنامج تقدر من خلاله ترفع صور ويعطيك رابط مشاركة الى اخره بانواعها. ايزيت فوتو طبعا ممكن تجربه. تمبلر طبعا هذا برنامج متخصص يعني في الصور والى اخره، ممكن انك تطلع عليه اذا كان عندك حساب. هذا موقع مشهور اللي هو بنترست، ممتاز. جوجل بلس، تويتر، هذه كلها طبعا مواقع تقدر تشارك فيها. طبعا المتعلقة بالسوشيال ميديا اعتقد ان اغلبها ما عاد يمكن الاثنين هذه، وهي صارت السوشيال ميديا بدام الناس تشارك مع بعض في الصور تعتبر من ضمن السوشيال ميديا زي انستغرام. طيب احنا سوينا رفع، ممكن هنا تقوم بعملية التعديل على الصورة زي الفوتوشوب بالتمام. ممكن تكتب على الصورة لكن للأسف ما تقدر تكتب باللغة العربية، اللغة العربية ما تقدر تكتب. ممكن انك تضيف صورة على صورة، لكن انا صراحة ما جربت انك تضيف صورة على صورة، لكن بتكتب تكتب باللغة الإنجليزية. طبعا هنا زي أداة المرسام أو الرسم، تكبير، روتيت اللي هو اللف إلى آخره، تغيير اللي هو لوحة الألوان عشان تقوم بعملية الصبغ فعلتها، ومثلا تختار اللون هنا ونشوف كده. شوف المكان اللي أنا سويت كليك فيه صبغ لي هو باللون الأخضر. نقوم بعملية تراجع لأنه أنا الشيء هذا ما أبغى. undo this effect. طيب نشوف مع بعض، أعطاني history هنا. طبعا كان عندي أنا صبغتين للون، صارت صبغة. أرجع لآخر أول شيء رفعتها،
اللي هي هذه الصورة. ممتاز. ملف يعني نفس الأسلوب ويب كام كابتشر، حتى الفيديو يعدل على الفيديو ترى، يعني انت تقدر تشوف هذه الأشياء كلها كونفيرت وأشياء يعني من أول آخر. يعني ممكن إذا رفعت فيديو تسوي كونفيرت، إذا رفعت صورة تسوي لها كونفيرت لأي امتداد كان. اللي همنا طبعا برضو هذه يعني أشياء بسيطة تقدر تطلع عليها، مو ذات أهمية، لكن نجي عند مثلا ناخد كده فكرة عن اللي هو adjust ضبط لي الصورة. يعني في عندك مثلا الإكسبوجر، يعني إذا كانت الصورة مظلمة وتحتاج إلى زيادة إضاءة، أو هي تكون برايت وتبغى تسوي لها عملية تضليل أو تخفف الإضاءة. نشوف كده مع بعض. شوف خفف لنا الإضاءة، تبغى تزيد بهذا الشكل. هذا بالنسبة للإكسبوجر، والإكسبوجر أنا أعتقد أنه جدا مهم. إذا أنت شفت التعديل هذا مناسب ممكن أنك تضغط على Set Exposure. ما شفت أنه مظبوط أو يعني كما كان مناسب للصورة تضغط على Undo This Effect. طيب نرجع للصورة حقتنا، وممكن طبعا من Clear This History تمسح إيش سويت في الصورة وما مريت بها من تأثيرات أو تعديلات. نجي عند Adjust كده، بس ناخد شيء كده للتوضيح. يعني في عندك Contrast، عندك Color Saturation، هذا يزيد من تشبع الألوان، يزيد الألوان حقتها. إذا كان عندك صورة فوتوغرافية في بعض الكاميرات تخلي العين حمراء، Red Eye Reduction يعني يشيل أو يزيل احمرار الأعين. هذا جدا رائع. في عندنا Adjust Light Level اللي هو التعديل على الإضاءة، هذا برضو ممتاز، يخلي لك الصور بيكسليت يعني كمربعات. Color Changer يغير لك الألوان، نفعله بعد الضغط عليه. جدا رائع. نشوف مثلا عندك اللون اللي هو الأحمر، أعطاك مثال غير لك هو باللون الأزرق. طيب احنا عندنا اللون الأخضر هنا، ممكن نغيره باللون الأخضر. نشوف كده مع بعض، يعني صار عملية تعديل أو تغيير لون عشوائي، لأنه في تدرج في الألوان، يعني ما في حدود حادة، في حدود متدرجة أو متداخلة مع الألوان الأخرى. طيب نرجع زي ما كنا عليه. تمام. هذا تقريبا يعني ممكن انك تشوف ايش فيها من اشياء جدا رائعة تقدر تعدل عليها في الصور. بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي جدا رائع. دراو رسم تكستول، يعني ممكن اختارها واكتب مثلا ويلكم، وتغير الخط وتغير المساحة وتغير اللون زي ما تبغى. ممكن يكون باللون بهذا اللون مثلا، بتغير معاك تحطه في أي مكان. طبعا إذا اللون فاتح فلازم تزي خلي الخط باللون القاتم شوية أو الغامق كده، يعني مناسبة جدا مثلا. أو تكتب اسم الفيلم في هذا المكان، Apply Text Update Preview. Apply Text يعني تطبيق الكتابة، Update Preview يعني استعراض أو تحديث الناتج النهائي. طيب احنا نقول Apply Text ويجب لنا هي بهذا الشكل. ممكن تسوي تراجع، تتراجع تراجع. نجي لبوردرز، من الأشياء اللي لفتت انتباهي فيلم ستريب، يعني شريط فيلم، يعني شكل سريع كده أعطانا التأثير ده. ممكن تجرب يعني تشوف إيش في عندك من التأثيرات. بوردر آرت نشوف إيش هو.
أعطانا هنا طبعا صورة الأرت اللي تجي في برنامج الوورد والباوربوينت، فهي عبارة عن صور رسومية، يعني نقول مثلا كده سواء عن إطار، يعني زي الوورد لما تحط إطارات عن طريق الكريب أرت. طبعا أنا أشوفها جدا يعني غير حلوة، فأقوم بعملية التراجع أفضل. فعندك الخيار هنا تشوف إيش عندك من الإطارات أو الأشياء الأخرى. طيب نجي الفلتر، الفلاتر هنا عندنا مثلا نشوف كده شيء ونطبقه، نقول فاير تأثير ناري جدا حلو ممتاز، ممكن انك على طول تقوم بالمشاركة بها عن طريق المواقع دي بالضغط عليها على طول. نسوي تراجع عشان نشوف ايش عندنا فلتر كمان. عندنا تأثير النيون ممكن تجربه، اعتقد انه حيكون تأثير رائع، نجربه كده بهذا الشكل. طيب نسوي اندو، نروح لارت. طيب ايش عندنا في ارت؟ طبعا هي عبارة عن الارت فن، يعني الارت اللي هو الفن يعني رسومي او شيء زي كده. طيب نشوف اللي هو التاتو اللي هو الوشم، يعني ممكن اخلي هذه الصورة كأنها وشم، نشوف كده مع بعض وتختار انت من هنا. شوف يعني غالبا لما تشوف يوشو مع الجلد تكون يكون بهذا اللون كده، شوف جدا رائع، نفس الالوان اللي نشوفها يعني ممتازة. يا سلام يا سلام، شوف التأثير كيف، يعني غير الصورة الى صورة رائعة جدا. وتقدر تختار من هنا اي اختيارات تبغاها. نسوي اندو او خلينا على اخر تأثير، هذا جدا حلو. خلينا ناخذ تأثير تاني، نقول بيوتي، نشوف بيوتي كيف. ممتاز، ممكن تختار هذا اللون، نشوف كده او التأثير. يا سلام جدا حلوة. طيب احنا نقول انه مثلا نخليها داكنة كده لهدف ما، يا سلام هذه حلوة خلينا عليها. بعد كده عندنا انيميشن، انيميشن تقدر تجرب كل شيء، انا ما اقدر اخليك تجرب، لكن انا اعطيك شيء مثلا زي سنو فول، تساقط الثلج. الحين اصبحت الصوره متحركه لانك اضفت فيها ايش، تاثير متحرك اللي هو تاثير او مؤثر تساقط الثلج. على طول نقدر احنا ايش نسوي بعد ما خلاص غلقنا وانتهينا، ممكن تسوي لها تخزين سيف ونزلت عندك على الجهاز. شوف امتدادها جي اي اف اللي هو امتداد المتحرك للصور. بعد كده تروح للضغط على ام كور، خلاص هنا قال لك ويب سايت HTML، يعني تاخذ الكود هذا وتروح تشارك فيه، تجيك نفس الصوره اللي انت شايفها دي تحت، ما يحتاج انك تتعب. كود للمنتديات، كود الصوره، يعني خلاص تيجي تنسخ هنا تحطها في المتصفح، يعني تحفظها مثلا عندك على الجهاز في مفكره تحطها تشتغل معك في موقع اللي هو امجور، ولا يحتاج تسوي حساب وتفك حساب ولا اي شيء. انا افضل انك تفك حساب هنا من خلال ملف وتروح تفك حساب في هذا الموقع اللي هو لونابيك، ماشي. بعد كده عندك لو سوينا باك مثلا تبغى تشارك فيها في تويتر، شوف فك صفحة تانية، تبويب تاني، نستنى عليه، او نشر تغريدة على تويتر.
على طول تخرج فيها. ممكن انك تقوم بعملية الكتابة مثلا صورة لفيلم افاتار بعد التعديل عليها وتقوم بعملية ايش الضغط على التغريدة. طبعا الكلام ينطبق على جوجل بلس والمواقع الاخرى. هذا كل ما عندنا اليوم. اتمنى الاشتراك في القناة وعمل اعجاب للفيديو. كان معكم معتز بري من رؤيا عربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.